السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركين الأعزاء في قناتكم قناة نور للخياطة. اليوم بإذن الله البنات راح نديرو معنا موديل بإذن الله راح يعجبكم. نحتاجو فيه مترتين من القماش ونحتاجو فيه كذلك متر هنايا من الدونتير ونحتاجو فيه البنات لوبي. أول حاجة البنات أنا هنايا درت الطريق في الداخل في الخارج، يعني فصلتها عادي كيفما نورمالمون يتعرفوها كامل طريق الداخل في الخارج. من بعد البنات راح نجيب الامام تاعي ونفصلو معاكم. الخلف ما فيه والو البنات، الخلف رقبه دائريه. راح نقول لكم هنايا واش زدت وفي الخلف واش كاين، فقط هنا في خط التركيز فقط يكون مختلف. اول حاجه البنات راح نجيو الامام. عندي هنايا فتحه الرقبه تاعي 8 سنتيمتر كالمعتاد، عندي هنايا الكتف تاعي 10 سنتيمتر. هنايا البنات هبط دائما اللي ما يقولوا لي شوفوا معايا هاي من قبل ما ندير نحي، هاي 2 سنتيمتر اللي نحيتها تاع هنايا للكتف، هاي هذه 2 سنتيمتر منها اللي راح نجي نهبط هنايا ب 22 سنتيمتر. راكم معايا البنات من هنا 22 سنتيمتر قبل ما نحي 2 سنتيمتر، كي نعيل 22 عفوا نعيل النقطة تاعي هذيك وريح نجي ندير دوران الصدر تاعي. دوران الصدر تاعي هنا عندي 27 سنتيمتر، هنايا دوران الصدر تاعي زدت له 2 سنتيمتر حق خياطة و 2 سنتيمتر حق توسيع كيما مرفا نقول لكم. هنايا البنات قلت لكم بالخط التركيز عفوا حيت 2 سنتيمتر تاع ميل الكتف يعني بقات لي 20 سنتيمتر. اما بالنسبه للخلف درتو البنات من هنا من قبل ميل الكتف، هنا قبل ما ميل الكتف درتو 20 سنتيمتر. علاه؟ هنايا راح تكون عندي قصه من الامام والخلف مش حيكون كاين والو البنات. هذه هي. من بعد البنات نجي هنايا ندير الطول عفوا، حنجي ندير طول الخصر تاعي. هنايا انا عندي 40 سنتيمتر بالطريقه هذه، من هالبلاص من 40 سنتيمتر هذيك اللي راح تجيو ديروا هنايا الخصر تاعكم. الخصر تاعكم هنايا كما قلت لكم زيدوا له 2 حق توسيع 2 حق خياطه وندخلوا فيها البنات ونروحوا للرف تاع القندوره تاعنا. هذه هي البنات اول القياسات. من بعد راح نجي هنايا لفتحه الرقبه تاعي، راح نجي نهبط هنا ب 18 سنتيمتر عفوا البنات هنايا ب 18 سنتيمتر. وكما قلت لكم هنايا فتحه الرقبه تاعنا راهي 8 سنتيمتر ونجيو نرسمو رقبه دائريه. ها هي بالطريقه هذه عاديه جدا، ها هي هاك. من بعد البنات راح نجي هنايا راح نهبط هنا بقيمه 14 سنتيمتر، ها هي 14 سنتيمتر. ولهنا البنات راح نهبط بقيمه 11 سنتيمتر او 12 سنتيمتر عفوا 12 سنتيمتر، ورايحه نجيب النقطه تاع 11 سنتيمتر هنا مع النقطه تاع 14 سنتيمتر بالطريقه هذه. ها هي البنات الخط هذا هو واضح هنا. ها هي البنات من بعد راح نقص الرقبه تاعي هذه، ها هي هكذا ونقص هذا عفوا هنايا وين رسمت راح تجينا القصه هذه هنا. عليها البنات راني زدت 2 سنتيمتر، وهنا البنات راني درت الحساب يعني باش كي تنقص لي ما تجينيش الرقبه صغيره بزاف. هنا البنات من بعد نجيو نرسمو لي باس تاعنا تاع الامام. هنايا كيما قلت لكم كنديرو الطول تاع الخصر تاعنا، ها هو الطول تاع الخصر تاعنا كيما قلت لكم انا عندي 40 سنتيمتر. من هنا البنات راح نجي من الجهه المغلقه راح ندير 10 سنتيمتر هنا ونعين نقطة هنايا نخرج ب 1 سنتيمتر ندخل ب 1 سنتيمتر. نسيت البنات في الخصر وما قلت لكمش نزيدو 2 حق لي بانس، يعني 2 حق خياطة و 2 حق لي بانس و 2 حق توسيع. من بعد البنات هنا راح نطلع بقيمة 10 سنتيمتر ورايحة ننزل هنا بقيمة 10 سنتيمتر كذلك كيما مرفين معايا دايما في لي بانس. البنات راح ترسمو لا بانس تاعكم عادي. هكذا البنات. اما بالنسبه للبنات للخلف رايحين نفس الشيء، راح نخرجوا ب 10 سنتيمتر راح نطلعوا هنا ب 14 سنتيمتر ورايحين نهبطوا هنا ب 10 سنتيمتر. هذه بالنسبه للخلف. من بعد البنات هنا القطعة تاع اللي بقاو لنا تاع القماش هنايا على حسب القماش البنات اللي عندك، كاين القماش اللي يشرب بزاف كاين شويه، وعلى حساب العرض كذلك اللي ديريه لتحتها. انا ها واش بقى لي البنات هنايا لقيت زوج طرف مع بعضهم كما راكم تشوفوا بالخياطه هنايا وسرجيتهم نفس الشيء للطرف الاخر. من بعد راح نجي ندير المراوح تاعي البنات، راح نجي عفوا
هنايا راح نجي ندير 15 سنتيمتر وهنا البنات راح نجي نهبط ب 34 سنتيمتر وراح نوصل بالطريقه هذه نقط مع بعضها هكا هنا تجي شويه ضيقه ومن بعد تبدا تروح وتزيد تروح وتزيد حتى نروحوا للنقطه تاع 15 سنتيمتر هكا بالطريقه هذه ونبصوا البنات هنا البنات جيت بصيت من الدونتيل تاعي هنايا 40 سنتيمتر الحين نجي نطبقها بالطريقه هذه على 2 من بعد على 4 يعني راح تكون عندي هنايا الطول 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر هنايا عندي 8 سنتيمتر ورايحه نجي كذلك نرسم المروحه تاعي عادي عفوا البنات يعني دوك كنت حال نرسم لكم على الجهه هذه نرسمه من هنا هذه راح تجي مفينيا تاع الدونتيل هكا كما قلت لكم ديروا نفس الشيء ها نحطوا 20 سنتيمتر كما رسمنا المروحه تاعنا تاع القماش اول حاجه البنات نجيو نديروها للامام انا هنايا قصيت الدونتيل تاعي ها هنايا درت فيه العرف تاعو هنايا 6 سنتيمتر عندي هكذا راح نجي على الرقبه تاعي البنات هذه اللي قصيناها راح تجي في البدايه تخلي تقريبا 2 سنتيمتر ما تبلييش وتبداي تبليي ولا 3 سنتيمتر ونحطو نبداو نبليو على الرقبه تاعنا بليات يكونوا ملاح البنات هكذا قدام بعضهم ها ندخلو بليه مليحه على قد ما تقدري تدوري مع الرقبه تاعك هاك الطريقه هذه هكذا البنات ونحكمو بلي زيبانكل ها هي البنات هنا بعد ما خيطنا الدونتيل تاعنا ثبتنا هنايا اكيد قلت لكم راح نديرو هنايا عفوا خياطه من بعد البنات نجيبو الكتيف تاعنا راح نحطوه بالطريقه هذه ها هي هنايا تعودوا تغطوا هنايا تحت الليبات عفوا البنات هنا قلت لكم بعد ما ثبتوا خياطه على الدونتيل نجيبو هنايا الكتيف تاعنا راح نجيبو بالطريقه هذه ها هي راح نحطوه بالطريقه هذه ونديرو له خياطه نفس الشيء للجهه هذه ها هي البنات هنايا بعد ما ركبنا الكتفين مع بعضهم ها هي الشكل تاعنا تاع القندوره تاعنا من بعد البنات راح نجيب هنايا ها الخلف تاعنا الخلف البنات انا فتحت الرقبه تاعي كيما مرفه هبطت عمق الرقبه ب 8 سنتيمتر والفتحه كي 8 سنتيمتر ودرت رقبه دائريه عادي من بعد راح كذلك ما تنساوش تخيطوا 1 سنتيمتر هنايا اللي تجينا هنايا من بعد البنات رايحه نخيط هنا راح نجي ندير قبل ما نسجل في الرقبه تاعي راح ندير الكتفين مع بعضهم هنا الامام والخلف هكذا ندير الخياطه هاي لكم البنات هنا بعد ما ركبنا الكتفين مع بعضهم رايحين نجيبو لوبي تاعنا رايحين نجيو نفتحو اول حاجه نص سنتيمتر هذه اللي تجي في لوبي هنا رايحين نجيو على الظهر تاعنا نبداو من المنتصف هنا هكذا ونخيط رايحين نخيطو على الظهر الوجه تاع لوبي مع الظهر نديرو التور كامل البنات على الرقبة الأمام والخلف هنا البنات بعد ما نخيطو نص سنتيمتر هاذيك هنايا داخل البنات من بعد هنايا كي نوصلو للمنتصف رايحة نخلي قيمة هنايا تقريبا تاع 1 سنتيمتر فوق ونخلي هنا قد ما تجي كدكدا رايحة نقصها هنا هكذا رايحة نقصها ونخيطها البنات هنا رايحة نلمها أول حاجة هنايا تتخيط هنايا حاصل دار خياطة من بعد نكمل نخيط هنا ومن بعد نجي نقلب هنا البنات بعد ما خيطت الظهر ها هنا الخياطه اللي قلت لكم خيطها هنا باش يجينا لوبي فيني هنايا من بعد نجيو ها هي 2 سنتيمتر القناه تاع اللوبي راح نجي نطبقها بالطريقه هذه ونحطها على القماش على الوجه تاع القماش ونخيط كامل ها الرقبه تاعي كل كامله بالطول بالطريقه هذه هنايا المروحه تاعي راح نجي هنايا من الجهه هذه هنايا البنات راح نجيب لوبي تاعي رايح نجيب نخيط بالطريقه هذه هاهي هكذا ونمشي معاها النص سنتيمتر هذه نمشي معاها هنايا على كامل المروحه من بعد ما نخيط البنات رايح نجي بالطريقه هذه هاهي عفوا دقيقه برك البنات هنا البنات بعد ما نخيطوا على الظهر تاعنا تاع المروحه رايحه نجي بالطريقه هذه هكذا ونفتح هكذا لوبي تاعي ونخيطو على العرض هذا ها حنديرو عريض هكذا البنات ونخيط
بعد ما درنا لوبيل المروحة تاعنا، رايحة نجيب هنايا أول حاجة نحط الدونتيل تاعي، ها هو الدونتيل تاعي، ونحط عليه لهنايا المروحة تاعنا تاع القماش. رايحة نخلي هنا مسافة 3 سنتيمتر، وكذلك الجهة الأخرى 3 سنتيمتر، ونجي نحط هنايا المروحة تاعي 3 سنتيمتر هذيك، نفس الشيء من هي البنات. من بعد هنايا نحط المنتصف مع المنتصف كيما قلت لكم، الدونتيل راهو مع بعضه، ونجي نحط نبليي، نعاود نحاول نبليي هنا مع بعضهم هكذا بالطريقه هذه، الدونتيل هنايا مع القماش هكذا، وندير البليات، ندير البليه الاولى، نزيد نهز هنايا البنات الدونتيل مع القماش تاعي ونبليي. حتى ما خيطنا المراوح تاعنا في زوج كيما قلت لكم، درنا لهم لي بلي، ها هو ليكم كيفاش يجيو. من بعد البنات هنايا هذيك 3 سنتيمتر اللي خليناها حنجيو نديرو لها كفه اكيد من هنا ومن هنا، وما تنساوش البنات نخيطوا لي بانس. ومن بعد البنات الكندوره ونديرو لها كفه ونشوفوها في الاخر مع بعضنا. هاهي لكم البنات الكندوره تاعنا كيفاش جات، جات ما شاء الله، جات تبل تبل البنات، حاجه سامبل بصح باهيه بزاف في لبستها، خصوصا كي تتلبس يعني على الجسم المراه، يعني قصدي على اللحم، مش كيما هكذا على البودي، مش حيبان لبها حدا كيما راهو. المهم راهي باينه لكم يعني خدمتها البنات، يعني حاجه سامبل وباهيه، وسلعتها حاجه رخيصه خلاص، ماهيش حاجه غاليه، لكن باهيه في اللبسه تاعها. نتمنى تكون البنات نالت اعجابكم، وبقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.